السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المقطع هو الأول لسلسلة محاضرات تهدف لتسهيل فهم علم المناعة وتعريف مصطلح Clusters of Differentiation وتغطية بسيطة للسايتوكاينز ووظائفها. كلنا يعلم أن الإنسان محاط بملايين الميكروبات، وفي حين أن معظم هذه الميكروبات نافعة، بعضها يمكن أن يكون ضاراً وهو ما يعرف بالباثوجنز. لذا فعلى الجهاز المناعي أن يحمي الجسد من مسببات الأمراض دون أن يضر بالخلايا السليمة. وليقوم بذلك فالجهاز المناعي يتكون من أنسجة وخلايا وبروتينز. نبدأ الآن بأنسجة الجهاز المناعي. الأنسجة الرئيسية هي نخاع العظم أو البون مارو والغدة الزعترية أو الثايمس، وتعتبر أنسجة رئيسية لأنها هي مكان نضج الخلايا الليمفاوية قبل طرحها في الدم. الأنسجة الثانوية تتوزع في الأماكن التي يكون فيها الجسم أكثر عرضة للميكروبات البيئية كالأغشية المخاطية في الأنف والحنجرة أو العقد الليمفاوية كاللوز والمحيطة بالجهاز البولي أو الأمعاء. كما أن الأنسجة متنوعة فإن أنواع الخلايا كثيرة جدا، ولكن يمكن تفصيل أهمها كالتالي: تنشأ كل الخلايا من أصل واحد وهو الخلايا الجذعية المعروفة بالهيموبويتيك ستيم سيلز. بعدها من الممكن أن تنشأ الخلايا الليمفاوية من أصل ليمفي أو المعروفة بالليمفويد بروجينيتور سيلز، أو خلايا منسوبة لنخاع العظم والمعروفة بالمايلويد بروجينيتور سيلز. يندرج تحت الخلايا الليمفاوية الناتشرال كيلر سيلز، البي سيلز والتي سيلز، والتي لها دور فعال في المناعة المكتسبة أو الأدابتيف إميونيتي، والتي ستكون محور الحديث في معظم الدروس المتقدمة إن شاء الله. يندرج تحت المايلويد بروجينيتور سيلز المايوبلاست سيلز، وهي خلايا غير ناضجة وتوجد في البون مارو وتعد مصدراً للجرانيولوسايت، والتي تعني الخلايا التي تحتوي على حبيبات أو جرانيولز، وتشمل النيوتروفيلز والإزينوفيلز والبيزوفيلز في الدم والماست سيلز في الأنسجة. هذه الجرانيولز تحتوي على مواد سامة تساعد في التخلص من الباثوجنز. وبشكل عام فإن النيوتروفيلز تعيش نسبياً لفترات قصيرة تقريباً 48 ساعة، ولكنها موجودة بأعداد كبيرة، وأبرز وظائفها هو دورها في الإنفلاميشن. الإزينوفيلز والماست سيلز متخصصة أكثر لمهاجمة الباراسايتس، بينما البيزوفيلز لها دور بارز في الحساسية. الماكروفيجز تتواجد بشكل طبيعي في أغلب الأنسجة، وعندما تهاجر إلى الدم فإنها تسمى بالمونوسايتس. وأخيراً الدندريتك سيلز، وهي خلايا مهمة جداً ولها أنواع مختلفة سيتم تفصيلها لاحقاً، ولكن يمكن القول بأنها تلعب دور الوسيط بين الانيت والأدابتيف إميون ريسبونسز. بسبب صغر حجم الخلايا فإنه لا يمكن تمييز أنواعها المختلفة بشكل دقيق تحت الميكروسكوب. لهذا السبب تستخدم الأجسام المضادة أو الأنتيباريز لتمييزها عن بعضها البعض. يمكن للجسم المضاد الارتباط بعلامات فارقة تميز كل خلية عن الأخرى. هذه العلامات تسمى بالClusters of Differentiation، وهي عبارة عن بروتينات موجودة على سطح الخلايا. تقريباً هناك أكثر من 300 CD أو Cluster of Differentiation تم التعرف عليها حتى عام 2015. كمثال، الأنتيباديز ذات اللون الأزرق تستطيع التعرف على CDs ذات اللون الأزرق، وذلك لخاصيتها بالارتباط. وكذلك الأنتيباديز ذات اللون الأخضر ترتبط فقط بالماركرز ذات اللون الأخضر، وهكذا. يتم ذلك عن طريق تجاويف والتفافات في أطراف الأجسام المضادة تكونت نتيجة ترتيب الأمينو أسيد سيكونسز، والتي أصلاً تكون هذه الأنتيباديز، والتي تعطيها شكلاً محدداً ومميزاً يسمح لها بالارتباط بأنتجن محدد. هذه السيديز لا تعمل فقط كبصمة لتحديد هوية الخلية، ولكن لها وظائف مناعية متعددة ومتداخلة. كمثال، خلايا التي سيلز يوجد منها أنواع متعددة، من ضمنها Helper T-Cells و Cytotoxic T-Cells. والآن لتمييز هذه الخلايا، كل T-Cells يوجد عليها CD3، ولكن لتمييزها عن بعضها البعض فCD4 يوجد فقط على T-Helper Cells، بينما CD8 يوجد فقط على Cytotoxic T-Cells. بالمقابل B-Cells يوجد عليها CD19 ولا يوجد عليها CD3. وأخيرا كل الخلايا سابقة الذكر يوجد عليها CD45. ولتعقيد العقدة أكثر، من الممكن للخلية الواحدة أن يكون لها أكثر من CD بحسب درجة نمو الخلية ونضجها. كمثال، أثناء تكوين البي سيلز في البون مارو يكون الفينوتايب الخاص بها هو CD19 positive, CD20 negative و immunoglobulin negative.
بعد نمو الخلية ونضجها تنتقل إلى الدم ويضاف إليها CD38 positive، وبعد تنشيطها للهجوم على الأنتيجين كرد فعل مناعي تتحول إلى بلازما سيلز وتصبح CD27 positive أيضا. هذا يوضح بشكل مبسط جدا كيف يمكن لخلية واحدة أن يكون لها أكثر من CD بحسب نموها ونشاطها. بعد أن تكلمنا عن الأنسجة والخلايا للجهاز المناعي، نتكلم الآن عن البروتينز التي تفرزها الخلايا المناعية والتي يطلق عليها إجمالاً اسم سايتوكاينز. ولأن قرابة 10% من الجينوم البشري مسؤول عن تكوين هذه السايتوكاينز، فإنه من المستحيل تغطيتها بشكل كامل هنا، ولكن سيتم شرح المسميات بشكل عام. السايتوكاينز تعني حركة الخلايا، وهي عبارة عن مركبات بروتينية صغيرة تفرزها الخلايا المناعية. ترتبط السيتوكاينز بمستقبلات أو ريسبتورز خاصة بها تكون على الخلايا المستهدفة لتقوم بالعديد من الوظائف المتداخلة. ولأن السيتوكاينز اكتشفت على مدى طويل جدا من الأبحاث، أحياناً تختلف مسمياتها، فتضمن الانترلوكينز والانترفيرونز والليمفوكاينز والكيموكاينز. مثال على وظيفتها، أثناء الأدابتيف إميون ريسبونس تقوم الدنتريتك سيلز بإفراز IL-12 ليقوم بتنشيط T هيلبر سيلز والتي بدورها تنشط البي سيلز وذلك بإفراز IL-4. طبعا هذا هو عمل السيتوكاينز بشكل مبسط جدا. الصورة بشكل أكبر تكون عبارة عن سلسلة من الخلايا التي تنشط وتنشط بعضها البعض عن طريق إفراز سيتوكاينز التي يتطلبها رد الفعل المناعي بحسب نوع الباثوجين. وهناك العديد من الدراسات الشمولية التي تنظر لكل الاحتمالات الممكنة من تنشيط السيتوكاين الواحد وأثره على باقي السيتوكاينز والخلايا، خصوصاً وأن بعضها يعتمد على نفس الترانسكريبشن فاكتور الموجود في الDNA. وبشكل مبسط جداً، فإن عمل السيتوكاينز يتميز بالخواص التالية: أولاً البليوتروبيزم، والتي تعني أن السيتوكاين الواحد له أكثر من وظيفة. كمثال، IL-4 يساهم بعملية T helper 2 differentiation، أيضا يعتبر كgrowth factor للماست سيلز. الثاني redundancy، والتي تعني أن السيتوكاينز المختلفة من الممكن أن تعمل نفس الوظيفة. كمثال IL-4 والIL-13 كلها تساهم في عملية T helper 2 cell differentiation. الثالث antagonism، والتي تعني أن السيتوكاين الواحد ممكن أن يتعارض مع عمل سيتوكاين آخر. كمثال IL-4 له دور في T helper 2 differentiation. في المقابل الانترفيرون جاما له دور في الانهبيشن of T helper 2 differentiation، فعمل IL-4 يناقض عمل الانترفيرون جاما. وأخيرا السينرجيزم، والتي تعني أن التعاون المجمل للسيتوكاينز المختلفة يؤدي للحصول على نتيجة كلية. مثلا IL-4 وارتباط CD40 بهدفها يؤدي إلى نمو وتكاثر خلايا الفايبروبلاست. هنا نكون وصلنا لنهاية مقطع اليوم، وللاستزادة يمكن الرجوع إلى الكتب وبعض الأبحاث المنشورة. وشكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.